المشكل ديالي هو ولات عندي حاله عائليه. حاله عائليه هو انني انا غنتشرد انا وولادي، ماشي تشردت انا وولادي. راه كيف ما درت ذاك اللايف رانا جامع الحوايج ديالي وكنتسنى غير يجيو يقولوا لي ودي اخوي لنا الدار ديالنا. وكيف ما قالوا هما قال لك راه اي، وانا الحمد لله ما كنملك والو، ما عندي والو، عندي غير الله. قال لك راه ممتلكات ديالك كلها غنديوها. ما عندي والو ما يملكو، ما عندهم ما يديو فهمتيني، ما عندهم ما يديو عندي انا، ما عندي ما كنملك حتى والو، عندي الله سبحانه وتعالى. المشكل هو انني انا المده ديال 4 سنين ونص ما تخلصتش، ما خديت السالير ديالي. كانت ازمه عند الفرقه وتيقولوا عندها ازمه وكيقولوا كذا وكيقولوا كذا وكيقولوا كذا، ودواو معنا وداك الشيء وسكتنا. لا لا الفرقه ديالنا ما يمكنش نتخلاو عليها، فرقه في ازمه وغنقول لهم خلصونا، ما يمكنش. اللي كيبغي الفرقه كيضحي. انا قلت لهم ما تخلصونيش كاع، غير الوقت اللي توجد الفلوس عطيونا مسائل ديالنا ونقصوا لينا من الصالير وسميتو، ماشي مشكل وجا حسبان نقاسو معليش وسميتو، مشات الامور بخير وعلى خير وغاديين خدامين المكتب. شي وقت الازمه كنا خدامين اليز، الوقت اللي تقادت الامور مع هذا المكتب الجديد ولات الامور مزيانه الله يعمر دار جنب مكتب زوين، وجا جمال كيف قلت انا في الانترفيو الاول، قلت بانني انا جمال كنت كنتسنى 15 عام ولا 14 عام باش غادي يجي باش نخدم معاه وباش تبان يبيني وباش غتبان الخدمه ديالي. والغريب في الامر اللي تقادت الوقت شكون اللي جراو عليهم؟ هذوك اللي كانوا مضحين مع الفرقه جراو علينا، وانا كنت خدام، كنت خدام انا كم ام كادر ولا ديك الساعه انا ما حسب انا خدام. جاو هما يلقاو التيران كيتصاوب، ملي بدا التيران ما عيطوش لينا، عيطوا لي الناس ديال البنكه قال لك اودي راه المشكل ديالك راه صافي راه مشى للمحكمه وراه قريب غادي يتحكم، راه الا ما كانش راه غادي نحجزوا لك على الدار، وراه داك الشيء الممتلكات ديالك كاع اللي كتملك راه غادي نديوها لك. اشنو نبقى مربع يدي انا وساكت؟ وانا كنتسال المسائل ديالي 14 عام وانا خدام في الرجاء كوم روكريتور، الدراري اللي جبت انا للفرقه وعندي شهود، والدراري اللي جبت الفرقه راه كيلعبوا في ليكيب بروميير كاملين تقريبا 8 ولا 9 كيلعبوا في سنيور بسميات ديالهم، ولا قلت سميات ديالهم راه خدا غيجريو عليهم حتى هما، حيت دابا الفئات الصغرى كلها جراو عليها. انا كنطالب غير بمشكل ديالي يتفك مع هذا البنك، هادي المشكل ديالي يتفك. والزوجه ديالي راه كطالبت هي بحق، انا دابا انا وليت ما بين هاك وما بين هاك، ما بين امي وما بين مرتي، امي هي الرجاء وما بين الزوجه ديالي، حتى هي خصني نحترم الراي ديالها. رانا ضغطت عليها تعيت، ولكن راه جيت كنشوف دابا غادي رجليا غيخرجوا للشارع غدا ولا بعد غدا، هي كل ما لقيتش بنت الناس غتقول لك اخويا انا اسمح لي. خويا المشكل اليوم اللي علاش جينا هو هاد الناس هادو ما بغاوش يعطيو الزوج ديالي حقه مده طويله، هو خدام معاهم مده 4 سنين وزياده، ما بغاوش يعطيو رزقه، ما بغاوش يعني كل مره كنجيو كيردونا. حنا دابا اليوم انا ولادي انا داري غتمشي ليا، دابا داري ودار ولادي غتمشي ليا وغندير في الزنقه، فين غادي نمشي؟ ما يمكنش، خاصهم يديروا معنا شي حل. حنا جينا اليوم باش يديروا معنا شي حل، حنا ما غنمشيو لهم حتى يديروا معنا شي حل. الا كان راجي غادي يسكت وغيسمع في حقه، انا ما غنسمحش في حقي، انا باقه باركه هنا. الا ضحكوا عليه هما راه ما يضحكوش عليا انا، انا ما غنخرج الشارع ونتشرد انا ولادي، ما يمكنش. عاد شنو كيوقع لداخل الله اعلم، انا المهم جيت اليوم باغا حقي، انا ما جايش كنطلب ولا كنسعاهم ولا كنقول لهم عافاك عطيوني، انا راه جايه باغا حق راجلي، حق راجلي خصني ناخذه باي وجه كان من عند اي واحد كاين هنا في الاداره مسؤول، راه حق راجلي كاين تم خصني ناخذه. انا الشارع ما غاديش نخرج انا نتشرد انا ولادي الشارع، حيت سكت بزاف. انا غادي نقول للمسؤولين من هذا المنبر، تقول الله في عبد الهادي، راه من العار ولد المدرسه ولد الفرقه اللي عطى كثير الفرقه، وللاسف دابا في حاله تشرد. الله يجزيكم بخير، تقوا الله في عبد الهادي وعطيوه الحق ديالو. هادشي اللي غادي نقول للمسؤولين ديال الرجاء. عبد الهادي ولد المدرسه، عبد الهادي غني على التعريف، عبد الهادي كان مسكين الموطور ديالو كيدور الاحياء هذا كيجيب لعابه، وتبارك اللهم لعابه راه وازنين في الراجل اللي جاب عبد الهادي. عبد الهادي استفدوا منه المسؤولين ديال الرجاء، وللاسف عبد الهادي ما استفدش حتى شي حاجه.